وصل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحفظ الله ورعايته مساء أمس إلى مملكة تايلاند. وكان في استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عند الوصول المارشال شوليت بوكبا سوك ممثل جلالة ملك تايلاند والأدميرال نورونغ بيبا تاناساي نائب رئيس الوزراء التايلاندي، وذلك للترحيب بسموه بمناسبة هذه الزيارة. رافقت صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء السلامة في الحل والترحاب.